السير بأقل تكلفة مع المساهمة في الحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة هو ما اختاره عبد الوهاب بعد تركيب غاز البترول المميع أو ما يعرف بالسرغاز، طاقة تعد من بين الموارد الاقتصادية والصناعية الوافرة بالجزائر، والتي تتوجه بقوة إلى استعمال هذه الطاقة النظيفة كوقود للسيارات. السيرغاز لا بألف دينار قد تصل المسافة التي تقتنيها حتى للشهر، وبالتالي هي فيها منفعة كبيرة ناهيك بالنسبة للسيرغاز. أنا كمواطن في الحومة أعتبر بأن السيرغاز هو محافظ للبيئة. إقبال كبير للمواطن، حيث أن تكلفة الغاز ضعيفة جدا من حيث مقارنة بالليسونس، حيث المواطن يربح في الألف كيلومات يقدر يربح حتى 3000 حتى 4000 دينار. بقدرة تحويل أزيد من 10000 سيارة سنويا إلى سيرغاز وسعة صيانة ما يقارب 30000 سيارة، يعد مركز تحويل معدات غاز البترول المسال ببومرداس من أكبر مراكز التحويل وطنيا، والذي يوفر الخدمة الكاملة لذلك. فبعد فحص السيارة فنيا والتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز، يتم تركيب أطقم التحويل وتثبيت اسطوانات الغاز مع جميع الوصلات. يدي الطوموبيل تاعو بعد ما يعينها ويشوفها، وبعد تيك نديرو بروغرام باش يجوز لانجينيور ديني، باسكو يجوز المدير تاع الطاقه مهندس تاع الطاقه هو اللي يعطي له الترخيص استغلال سيرغاز. بعد اكتمال عمليه التحويل، يضمن مركز نفطال المتابعه الدوريه والتوجيهات اللازمه في حاله اي عطب او خلل. نعم نديرو الانستالاسيون، نعطيو دليل الاستعمال، هذا دليل الاستعمال فيه يشرح له كاع تركيبه السيرغاز، واش يدير في حالة الأعطاب وفي حالة وين تكون تسرب سيرغاز، وفيه كاع المراكز تاعنا على مستوى 58 ولاية. إضافة إلى هذا كاين أون أبليكاسيون راهي على الإنترنت هي خدماتي، هذه الأبليكاسيون تعطي له كاع لي سونتر وين راهم، عندهم معلومة أنه الغاز يعي الموتور، يا كونتخيرمون يل فا برولونجي لا دوري دو في الموتور، وعلاش؟ باسكو سي نوبريفيون، فيه دي زاديتيف تاع لي زويل، معناتها يل فا ليبريفي كاع لي باتي اللي يجوز عليها. الجي بي ال يعد اليوم المعادلة الأنجع والبديل الأمثل للمحافظة على الموارد الطبيعية من جهة وعلى الثروات البيئية من جهة أخرى.